بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين. السلام علينا وعليكم أحبابي في الله. أنا اسمي حسني بخروف، باحث تونسي أصيل ولي القبس. موضوعنا اليوم يتمثل في كيفاش ربي سبحانه بحول الله بالمخطوطات اللي عندي أنا اللي ورثها من جدودي. عندي برشا برشا مخطوطات وبرشا برشا موارد مقدسة تثبت أن الأرض هذه أرض مقدسة، وتثبت أن الجنة اللي موجودة في العالم هي موجودة في أرض تونس، وتثبت أرض تونس هي جنة الله على الأرض تونس هذه، وتثبت أن قبس هي المذكورة في كتاب القرآن اللي اقتبس مكان الاقتباس بتاع النبي موسى، وتثبت أن في سورة النمل، في سورة النمل أن الرديف هي الردف معناتها في سورة النمل في الآية 72، وتثبت أن مسجد قباء اللي هو في القرآن اللي بناها عثمان ابن عفان، ابن عفان على معناتها النفقة على فلوس بفلوس الرسول صلى الله عليه وسلم، معناتها بناها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي بناه اللي هو مثلا المقاول أو اللي بناه في الفترة ذيك أو اللي له به هو عقبة ابن نافع. ثم تو جمع بناء عثمان عقبة ابن نافع، لكن شكون دفع الفلوس؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا قلت أن الرسول مدفون في الوادي المقدس توا في جابس، وقلت مع قبر مريم في جابس، ولتو ما زلت شاهد في كلامي أن قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في جابس، وتو ما شفت الكنيسة المقدسة بتاع مريم موجودة في جابس، والكنيسة هذه كلما دخل عليها زكريا المحراب، مريم نسموه احنا، محراب مريم هذا موجود في جابس، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، هو بيت الرزق نتاع البشرية، هو البيت اللي فيه الفلوس، من ثم يبدأ المال، معناتها هو المصب، ربي سبحانه المال هذايا، المنظومة المالية نتاع البشرية الكل أعطاها لمريم. منظومة البشرية كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال أنا لك هذا يا مريم، قالت هو من عند ربي. في البيت هذاك هو الميزاب نتاع الفلوس، هو المكان المستجاب، الدعاء المستجاب في الكنيسة أو في المحراب نتاع مريم اللي هو اللي يحب يمشي يسأل عليه في جابس، موجود هنا قبر مريم، كي تلقى القبر تلقى بجنب المحراب اللي كان تطلب فيه، التو موجود، والتو فيه مخطوطات زادة، والتو فيه أدلة علمية لليوم، الدولة خوافش باش نعملوا لهم، تو نحاسبوهم الوزراء والرئيس، تو نحاسبوهم ونحطوهم في الحبس إن شاء الله. ذاك بروجرامي أنا وبرنامجي بإذن الله، كلهم باش يتحاسبوا، كلهم بحول الله، خاطر تمسوا التاريخ ومازالوا يتمسوا في الطريق، باش يتحاسب كل وزير على خاطر خاطر متكتمين على أكبر كنز موجود في العالم الموجود في تونس، متكتمين على سر كبير عند حسني بخروف، عنده برشا برشا مخطوطات حسني بخروف، عنده برشا مواريث مقدسة، عنده برشا برشا مخطوطات، وعنده برشا برشا حاجات تثبت وتدل الكلام اللي باش نقوله، وكل المثلث بتاع في الكتاب بتاع النبي داود الموجود الكتاب المذهب هذايا، المثلث هذايا هو مثلث ما بين مسجد قباء في القرآن ابنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد قبس النور المقدس اللي هو بكة في جابس، والجبل المقدس اللي هو في جبل الجمع اللي هو في جبل الجمع اللي هو في قفصة، جبل الجمع اللي هو الرديف هذي، الرديف هذه مذكورة في كتب، مذكورة في كتاب ربي في سورة النمل، هو سورة النمل هي سورة الجمع، خاطر يجتمع سورة الجمع، معناتها سورة النمل هي سورة الجمع، في الآية 72، قل عسى أن يكون ردف، الردف هو الجمع، هو الطاقة، جبل الطاقة الكونية، هو الجبل الهقايا. احنا عملنا فيديو في بلا قناع مشكورين على الجبل هذاك، ومشيت انا معناتها بنفسي طلعت على الجبل هذاك، خاطر عندي فيه مخطوطات تثبت الكلام، انا راني مانيش مدب ومانيش شيخ ومانيش عالم، انا مواطن تونسي انسان عادي على الاخر، لكن عندي برشا برشا مواريث، وعندي برشا برشا مخطوطات، برشا مخطوطات عندي، وعندي برشا مواريث، وعندي برشا حاجات، عندي كورة معناتها تحطها في الليفل ما بين هواء وفضاء، تبقى ما تهبطش في الارض، تبقى تدور كما يدور الكون، سبحان ربي موجود، وانا عندي بقى عليها فيديوهات متاعي انا نورتها من 36 جد، مش كره واحده، عندي ثلاثه كور، واحده تدور اكس، واحده تدور جريج، وواحده ما تهبطش للارض جمله، تبقى معلقه في السماء ما تهبطش للارض، كتحطها تبقى تطلع لفوق، وكيف معناتها والطاقه هذه الموجوده هي بيدها موجوده في الجبل هذا، جبل الرديف الموجود في قفص هذا، جبل الرديف هذه مثال كما الهاتف الجوال صنع بشري، والسياره صنع بشري، والطياره صنع بشري، اي حاجه صنع بشري به البشر هذية وصنع رباني، علاش احنا الهاتف الجوال فيه شارج طاقة، كنصبوا له نحطوا له الطاقة شار الهاتف ما يسكتش، والسيارة كنحطوا لها الطاقة اللي هو البنزين ما تسكتش السيارة، واحنا صنع رباني، الطاقة نتاع الجسد نتاعنا وين؟ الطاقة نتاع الجسد، ربي سبحانه ما قالش كل جسد ذائق الموت، هي المشكلة في كتاب القرآن، ما قالش كل جسد ذائق في الموت، ذائق الموت، وما قالش كل روح ذائقة الموت، قال كل نفس. الله أعلم شنو السر ما بين النفس والروح والجسد، الله أعلم شنو السر بيناتهم، ما قالش كل نفس كل جسد ذائق الموت، ولكن زاد حتى كي نرجعوا للجبل الطاقة الكوني هذايا، معناتها الجبل الطاقة اللي هو الجبل هذايا في الرديف، جبل الأصباع اللي هو جبل الأصباع هذايا،
اللي هي الرسمة هذه موجودة جبل الشمعة ديال نتاع النبي داود، وكر النجمة هذيك المقدسة كما حكيت لكم تاع ثلاثة ما بين الجبل المقدس قفصة ومسجد قباء في القروان والبيت بكة في قابس. جبل الطاقة هذا والكنيسة المقدسة نتاع مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، هو بيت الرزق، بيت الرزق في الوادي المقدس. وانت تلقى المحراب مريم في قابس، اسألوا عليه هنا في غنوش، راه تلقى الميزاب نتاع الفلوس، غاديك بيت الدعاء المستجاب نتاع المال، وبيت الطاقة تلقوه في جبل الطاقة في قفصة، وبيت النور تلقوه في في في, في البكة البيت المقدس. واحنا ما يوصل لربي سبحانه ينقذنا من الفناء البشرية، راه في السعودية فناء، هذاك بيت فناء، تمشي تقول يا ربي طول لي في عمري، يروحوا بك في صندوق على خاطر الشعب بهيم. حاشاكم، وعلاش حاشاكم؟ خاطر الشعب مازال يعيش في الجاهليه. كيفاش انا ربي ما يستجبش؟ انت كي تمشي للعطار تقول له اعطيني خبزه يعطيك، العطار يستجاب، ما الانسان يستجاب الانسان، خلي ربي، ربي يستجاب من شر ما خلق مش من شر الله. البشريه هي الخايبه مش يا ربي، ربي سبحانه الدنيا خلقها وتمام خلقها من ادم، هو اللي خرج من الجنه اللي هي تونس، والجميع المواريث هذه موجوده للتو اليوم من هذا في تونس، ما تغير حتى شل. جبل الطاقه اللي كان معناتها الطاقه الجسديه، الشارج نتاع الرباني نتاع البشر موجود في الردف في الرديف قفص. بيت كنيسه مريم المحراب نتاع مريم موجود للتو، انا موجوده بيت مريم في قبس بجنب البيت المنور اللي هي البكه البيت المقدس اللي انا عندي عليه برشا فيديوهات، والورثه المقدسه موجوده في قابس. احنا ثمان 36 جد بكتب بيتها، انا راني ديما نقول راني مانيش مدب ومانيش عالم، راني عندي برشا مواريث فهمتي، والمواريث هذيا لازم الشعب التونسي نحط يدينا في يدين بعض ونحاسب السلطه هذيا اللي تحكم توها، المنظومه الكذابه، الوزراء الكذابه، والشيوخه نتاع تونس الكذابين، الكلاكه والرئيس الكذاب هذايا، يلزمهم الكلاكه هذوما نحاسبوهم. علاش ما خرجوش المواريث باش الشعب التونسي مع شفنا، مع شفنا الشعب يعيش في هي تو المنظومه هذه منظومه الفناء، منظومه الظلام. احنا نحب من نخرجوا للنور نتاع ربي سبحانه وللقداسه نتاع ربي وللطاقه الكونيه نتاع ربي، والطاقه هذه اللي موجوده في الجبل هذايا في جبل الردف في قفصه. ربي سبحانه في سوره النمل قال ذلك كتاب لا ريب فيه، كتاب بركة يلغي لجمال الكتب، وما من غائبة في السماء والأرض والأرض إلا في كتاب مبين، كل شيء في كتاب ربي، ما ثمش كتب، كتاب واحد يلغي جمال الكتب. ليك تلقى شيخ عنده مكتبة راهو هذاك أكبر شيخ كذاب، وكلها منظومة تخطف الفلوس، كل وزير وكل رئيس وكل شيخ كلها منظومة تاع كذاب، ويلزم المنظومة تاع الكذاب هذوما يتحاسبوا خاطر هما سبب فناء الشعوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.